850 اسكت يشرب 90 9 9 قليل تكسب القاضي ليش شرب 2 مليون هدي حقه هدي حقه اه برا يقول 100 مليون هاي سويت بس عرضه يسويت كان بس 400 اليوم 100 مليون يا شيخ اوعى يا شيخ هذا سلك الموضوع فواحد يا شيخ الله ربها تدفع مصاري يا حاج يا حاج اللي بتصور تدفع مصاري هادي تدفع مصاري 2100 هادين العملة 2100 22 لا مين شرب 3 لا مين شرب 3 والله شغال في السوق والله شغال في السوق مع العمارين والله شغال في السوق مع العمارين مين شرب 23 مين شرب اركب تعال لحالك تعالك تعال تعال عشان تقوم تنزلك اوعى يا اخو اوعى عاد عاد ضرب 4 مليون يمكن تقيل استنى شويه انا شلتها من ورا انا شلتها من ورا يا عم اقلبها لهم بس مين شرب 4 مليون مين شرب 4 مليون كهرب 63 مش مصروف تخافوش من اللي بيقول العمال صاحبه 63 عايو 63 داخل ماشي عليك كرك يا شباب احمد 64 داخل ماشي فوق يا راشد 64 اطلع فوق 64 جاهز والله جره طيبه عسل 66 66 عرفنا حضرتك ايش بتعملوا هنا اليوم؟ انا وائل خليل ابو عرمان من رفح عمري 40 سنه، احنا هنا في سوق الدواب كل يوم احنا عندنا هنا سوق، وضع الحرب ووضع المعيشه اللي احنا بنعيشها هذا صار عندنا غلاء غلاء مش طبيعي في الدواب وفي الخيل وفي الحمير وفي الغنم وفي كل شيء، غلاء كثير عندنا صار. الناس
الناس ليش صارت تعتمد على الحمير بالتحديد؟ ما فيش سولار، لا في سولار ولا في بنزين ولا في شيء، عشان هيك اعتمدت الناس عملتها وسيله مواصله لهم. ليش يعني وسيله مواصله ارخص يعني من؟ لا مش قصه ارخص، ما فيش انه هو قصه انه ما فيش بنزين ولا سولار للعربيه عشان العربيه توصل للمكان، فصار الحمار والحصان هو وسيله المواصله الوحيده المعتمد عليها اليوم عندنا هنا في رفح. قديش تراوح اسعار الحمير؟ والله اليوم غلى مش طب مش غلى فاحش، يعني احنا اليوم عمري 40 سنه الغلى هذا ما مرش علينا. اليوم تراوح يعني سعر الحمار ب 2000 و3000 دولار. قديش كان قبل الحرب؟ يعني كان 1000 1200 دولار زي هيك 800 دولار. ارتفاع كبير حاليا. ارتفاع طبيعي، وبعدين مش قصه ارتفاع الحمار برضك الاكل اللي ارتفع. اكل الحمار رطل الشعير ابو 5 شيكل اليوم 50 شيكل. وما فيش شعير بنطعم قمح، القمح اليوم حق رطل القمح يعني ما يعادل تقريبا 7 دولار. انا في السوق الحلال بالنسبه للدواب غليت من الناس، ما فيش سولر والناس استعملتها نقل توصيل للبيوت والدواب غليت عشان هيك. فاحنا بنقول ربنا يرحمنا برحمته ويجيب، بس يجيبوا لنا شعير للدواب، ما فيش شعير والدواب كلها انت بتموت من الغلاء الاسعار ب 100 مليون وب 70 مليون وب 60 مليون والناس اخذتها وسيلة نقل، وسيلة نقل ما فيش سولر في البلد. قديش اسعارها كان قبل الحرب وبعد الحرب؟ قبل الحرب كانت ب 300 دينار 30 مليون، اليوم ب 70 وب 80 وب 100. الحصان اليوم والكرة ب 3000 دينار، الحمار ب 1300 13000 شيكل. ايش رسالتكم يا حاج؟ رسالتنا الرحمة من ربنا، وربنا يشيل الغنى عنا ويروح كل واحد لبيوته، والحمد لله ونشكر الله على ما احنا فيه. مصطفى بركه.